نظام البكالوريوس الجديد آفاقه وبرنامج تطبيقه كان موضوع لقاء بيداغوجي تم تنظيمه من طرف جامعة عبد الملك السعدي بتطوان بشراكة مع لجنة وزارية وبحضور أزيد من 200 أستاذ جامعي وممثلين للطلبة. وتطرقت محاور هذا اللقاء لأهم ما يميز اعتماد نظام البكالوريوس وآفاقه الدراسية والمهنية ونقط اختلافه عن نظام الإجازة المعمول به، وكذا الجهود المبذولة لتنزيل برنامجه على أرض الواقع. اليوم كان عندنا واحد اللقاء تواصلي مهم اللي نظمته جامعة عبد الملك السعدي بمشاركة لجنة وزارية حول تطوير وتجديد نظام الإجازة أو نظام ما يسمى بLMD، بحيث كيف يمكن تنزيل ورش البكالوريوس لإعطاء الطالب الكفاءة الأفقية والتقوية في اللغات وكذلك في التخصصات، وفتح المجال بالنسبة للمعرفة بالنسبة للطالب. من بين القيم المضافة في نظام البكالوريوس وهو فتح الباب الوضع تكوينات واحد العرض بيداغوجي اللي في نفس الوقت كيخدم التكوين الأكاديمي، كيخدم البحث العلمي، ولكن كذلك يخدم السوق الشغل والانفتاح على العالم الخارجي. واختتم اللقاء بفتح باب للنقاش بين كافة المتدخلين حول أبرز ما يكتنف نظام البكالوريوس من تحديات وما سيستفيده الطلبة من خلال اعتماد هذا السلك الجديد والذي يختلف عن سابقه في عدد السنوات وفي الخدمات الدراسية المقدمة لهؤلاء الطلبة. التفاعلات اللي كانت ديال الاعضاء ديال اللجنه مع 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 المشاركين حول شنو هما التدابير اللازمه لمواكبه هذا الاصلاح وانجاحه من مراكز لغات، مراكز لتكوين في المهارات الحياتيه واشراك الطالب في العمليه التعلماتيه وبناء الاستقلاليه ديالو. طبعا في هذا اللقاء هذا بدينا بملاحظاتنا باستفساراتنا، كذلك استمعوا لاقتراحاتنا. كنتمنوا التوفيق لهذا المشروع هذا من اجل تكوين طالب متجدد، طالب قادر على انه يخرج من الجامعه، قادر على انه يولج لسوق الشغل بسهوله. ويهدف استبدال نظام الإجازة بالبكالوريوس تمكين طلبة الجامعات المغربية من تحصيل علمي متطور مع تواصل فعال ومهارات تقنية جيدة تؤهلهم ولوج سوق الشغل بسهولة، إضافة لتحصيل شهادة لها صدى دولي باعتبار البكالوريوس الشهادة الجامعية الأكثر انتشارا والأكثر اعتمادا في العالم.